يعني بدأت تظهر أعمل حفلات في المدرسة لغاية ما بقت الإدارة تستقبلني وحاجات على مستوى الإدارة وكده يعني، فقررت إن أنا أمشي في طريقهم. تمام، من اللي عرف إن أنت صوتك جميل كده وسمع صوتك وقال لك صوتك حلو يا أحمد؟ مس مين اللي؟ مس أسماء الشوق. أسماء، هي تبع التربية الفنية؟ إيه أوكي. هي اللي عرفت إن صوتك جميل جميل، كنت بتغني بقى لما عرفت إن صوتك حلو. الغنوة اللي انت كنت بتغنيها؟ كنت بغني حاجات يعني لسه بقى. بتاعت الخيار؟ لا طبق السلطة. طبق السلطة؟ طبق السلطة. يا ما فيش أصلي ما عنديش في الحب الزار، يا ما بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار، أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار. ده شهادة التقدير بهديها لأحمد السيسي الفنان الراقي متميز اللي هو بيعتنا. أنا بقول لك ألف ألف مبروك أحمد، ربنا يوفقك دايما، تشوفك دايما كده أفضل مطرب في مصر، وأخيرا تحب تقول إيه لجمهورك ومتابعينك على السوشيال ميديا والجمهور العربي كله، تحب تقول إيه؟ أشكرهم. تمام.